النهارده وامبارح جدول الدوري بيحصل فيه لخبطه، بعد ما كانت اللخبطه دي بتحصل في المراكز الاخيره حصلت كمان في مراكز المقدمه. الاهلي بيطلع ليه الصداره، الزمالك في المركز الثاني، بيراميدز يتساوى مع الزمالك في النقاط، صحيح بيراميدز مسابق الزمالك والاهلي بمباراتين، ولكن الجدول كله بيحصل فيه لخبطه اسبوع بعد الاخر. جدول الدوري حتى الان الاهلي في الصداره برصيد 58 نقطه، الزمالك في المركز الثاني ب 57 نقطه بنفس الرصيد، بيراميدز في المركز الثالث، المصري في المركز الرابع ب 45 نقطه، المغول العرب ومصر المقاصه في المركز الخامس والسادس ب 40 نقطه، الاسماعيلي في المركز السابع ب 36 نقطه، الانتاج الحربي في المركز الثامن ب 35 نقطه، ثم طلائع الجيش في المركز التاسع ب 34 نقطه، الجونه في المركز العاشر ب 32 نقطه بنفس الرصيد، الاتحاد السكندري في المركز ال 11، وادي دجله في المركز ال 12 ب 31 نقطه، حرس الحدود في المركز ال 13 ب 29 نقطه، سموحه في المركز ال 14 28 نقطه وبنفس الرصيد، بتروجيت في المركز ال 15، انبي في المركز 16 ب 27 نقطه، ثم الداخليه ب 26 نقطه، والنجوم اخيرا ب 25 نقطه. جدول مجنون كابتن ابو العيله، في لخبطه. كلمني على الصدارة الأول، اللعبة بتاعت الصدارة الأهلي الزمالك بيراميدز. سلامتك طبعًا. هو الدوري طبعًا يمكن كل يوم هنلاقي مفاجآت، وإحنا قلنا إن اللي هيهادي التاني هتفضل الكراسي الموسيقية شغالة يا كريم في كل المراكز. ده لحد دلوقتي ترتيب وهمي. طبعًا. عندك لسه كل مباراة والتانية، أنت شوف اللقاءات اللي جاية، مفيش كل مباراة ما تقدرش تتوقع بنتيجتها، الإيقافات بتفرق، الضغط المباراة بيفرق، اللي بيلعب في أفريقيا بيلعب في الدوري عنده إجهاد، فكل الأمور دي كلها هتتغير لسه تاني وتالت. طبعًا. كابتن عماد، في أي حد حسم اي حاجه في جدول الدوري؟ يعني في شفت انت دلوقتي عندك توقع مين اللي يحسم الدوري، مين اللي ممكن يهبط دلوقتي؟ خالص خالص خالص. الدوري السنه دي دوري قوي جدا، قوي بانك مش قادر تحدد مين اللي هيفوز بالدوري ومين اللي هيهبط. يعني دلوقتي الاهلي وبيراميدز والزمالك بينافسوا على الثلاث مراكز الاوائل، والمنافسه لسه يعني في فرصه للثلاث فرق. صحيح. اي فرقه تقدر تفوز ببطوله الدوري. صحيح. الهبوط في اكتر من كل الفرق بتلعب لصالح بعض. صحيح. يعني لو النتائج كلها النهارده بتخدم مثلا الجونه والفرق وطلائع، يعني طلائع الجيش حتى كسب. صحيح. والانتاج الحربي كل. صحيح. النتائج. صحيح. خدمتهم.